السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بقالي كتير قوي ما طبختش في مطبخ ماما هنا. كنت جايبه بانيه، للاسف لقيت ماما غسلته وتبيته الصبح عشان الميه بتكون قطعه، وانا كنت بره، كنت روحت عشان اطعم صدفه. فانا النهارده هم عاملين اكل وانا عامله اكل مختلف خالص. ماما عامله فراخ ومكرونه، وانا عامله فراخ بانيه وعامله كبده جملي وعامله مكرونه. هم لوحدهم وانا لوحدي. لوحدي كله عايز. ايوه نقول بسم الله الرحمن الرحيم واقول لكم التتبيله هي عملت بيها البانيه ايه. نتبل مع بعض ونجهز مع بعض ونشوف ايه هنعمل ايه دلوقتي. يلا نتبلهم ونرجع عشان نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. البانيه اهو لقيت ماما متبلاه، عشان خاطر ماما كانت راحت ماما غسلاه الصبح ومتبله، الله يبارك لها. متبلاه بزبادي وملح وفلفل وحبه بهارات. حطيتي حاجه تانية يا ماما؟ وليمونه بس. ومتبله بقى ساعتين وسايباه. عندي هنا فلفل اسود واكسر عليه بضايه واحده اهو، واحده بس، ده كيلو فراخ بانيه بيضه واحده بس. طبعا انا بحب اعمله من غير بيض بس مش مشكله. وادي حبه لبن تمام، وعندي هنا بقسماط ناعمه اهو كده اهو، واروح حاطه كله عليه. بسم الله كله، بسم الله، واقلب كله كده فيه. دي تتبيله حلوه قوي قوي قوي، تتبيله كده تتبيله حلوه بزياده كده. تمام كده، ناخد بقى واحده واحده. بسم الله. ضغطوا عليها كويس قوي كده اهو، لازم تضغطوا كويس قوي علشان البصمات يبقى لازق فيها، لما تيجوا تقلوها القشره ما تقعش. بس وتنفضوها بقى عادي جدا اهو، ونرص في قلب الطبق. اعمل واحده كمان معاكم. بسم الله. لسه بقى طبعا هعمل شويه مكرونه وحمر بطاطس. حلو كده، وهحمر كمان حبه كبده جمالي جنبيهم. شفت بقى البانيه هنا عامل ازاي؟ شايفينه كده مليان بقسماط ازاي؟ عشان خاطر يمسك معاكم ويبقى زي السكينه في الحلاوه معاكم لما تيجوا تقلوه. الساعه دلوقتي 4، احطه في الفريزر من 4 لحد الساعه ايه 6 الا ربع، و6 الا ربع هبتدي اقلي او حطيه كده في التلاجة. مش هجري له اي حاجه خالص. خلص بقى كله وارجع لكم بعد ما اخلص الكميه كلها. حبيبي خلاص تبلت البانيه اهو، حطه بقى في التلاجة او في الفريزر في اي حته عموما. تمام، ونخش بقى دلوقتي نسلق المكرونه ونجهز الصلصه بتاعت المكرونه. وقبل الفطار على طول هنقلي البانيه ونعمل الكبده. حطوا بقى المكرونه هنا يا جماعه، حط حبه ملح واسلقها. تمام، للاسف الجزار مقطع لي الكبده تخينه، والكبده الجملي يعني انا ما بحبهاش تخينه، ما بحبش الكبده ماما تكون تخينه. انا قطعتها رفيع وقطعت القلوب القلب رفيع لوحده، ودي حته من السنام اللي هي بتاعت دهنه الجمل قطعتها لوحدها برده اهي. الكبده الجملي يا جماعه بتاخد طماطمايه وقرن فلفل. تمام، تبقى حلوه جدا بالطماطمايه وقرن الفلفل، انا بحبها، انا بحبها شرايح كبيره زي دي كده. بس تكون رفيعه. بصوا تخينه ازاي الكبده الجملي، ما تقعدش كتير على النار، لو عملتها هتبقى من جوه نيه، لو قعدت في النار زياده هتنشف. ماشي، خلص بقى ونكمل مع بعض. قول بسم الله الرحمن الرحيم. المكرونه هي بتتسلق، وعندي هنا البطاطس هي بتتقلي. بعد ما تقلتها على طول هقلي البانيه بعدها على طول، بس اقلي البطاطس الاول اهو. بعد المكرونه كمان اهي استوت، هاخدها اصفيها دلوقتي على طول. البطاطس هي قربت تتحمر، وهنا فص توم اهو مع حبه زيت احمرهم عشان اعمل الصلصه بتاعت المكرونه. هقطع معاها دلوقتي قرنين فلفل وطماطميتين قبل ما احط الصلصه، بتديها طعم حلو قوي وريحه حلوه كمان. هقطع فيها قرنين فلفل كمان اهو، وهقطع فيها كمان طماطميتين قبل ما احط عليها الصلصه او الطماطم عموما.
شايفه بيديها ريحه حلوه قوي قوي. عموما المكرونه يعني لو هتحطي فيها صلصه علب تقطعي معاها طماطميتين عشان خاطر الطماطم بتديها طعم حلو، ما يبقاش طعمها صفر زي الصلصه كده ما تبقاش حلوه. اه على طول كده اهو، خلاص كفايه كده. نقلب بقى، نحط الصلصه بتاعتنا او نحط الصلصه على طول، هنطلع البطاطس ونبتدي نقلي البانيه. بصوا حلوه ازاي، بسم الله. دي صلصه طماطم ماما كانت ايه سلقاها وهرساها، فانا مش هحط بقى صلصه عنب، كفايه دول. هحطيها بقى واسيبها تتسبك براحتها. هنا بقى نطلع البطاطس، بسم الله. نقلي على طول ورا منه البنيه. حطيت حبه زيت في طاسه ثانيه عشان خاطر الزيت الثاني نضيف ما يتوشحش خساره. بسم الله. ادي البنيه شايفين؟ النار وسط مش عاليه، واسيبه يتحمر براحته، ما اقعدش اقلب واروح واجي كل. بصوا حبايبي، ما اقعدش اقلب واروح واجي كل شويه فيه علشان القشره بتاعته ما تقعش، ولو لقيت البانيه نفخ اقلبيه الناحيه التانيه تلاقيه اتعمل عادي جدا، عشان خاطر يتحمر من مطرح الترويفه دي ويتحمر من جوه. اهو بصوا بقى حلو ازاي، بتطلع من الثلاجه اهو، فضيت الطبقين على بعض زي الفل اهو. كده جهزنا الصلصه وسلقنا المكرونه وحمرنا البطاطس، هنحمر البانيه بقى وبقى كده خلاص وزي الفل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى اتقلب مره واحده بس، شايفين بقى اللون؟ بصوا حلو ازاي اهو، دقيقتين بالظبط وهطلعه عشان خاطر ما يغمقش اكتر من كده، هو على ما يبرد بياخد لون كده. هطلعهم بقى في طبق بسرعه كده. بسم الله. بسم الله. بصوا بقى القشره ما وقعتش ازاي اهي، زي الفل معانا. حمر بقى بقيه المسائل كلها، ودلوقتي اروح عند الصلصه هنا احط عليها ملح وفلفل بقى وبهارات وحاجات، ملح وفلفل شويه بابريكا وشويه بهارات فراخ بتبقى حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الصلصه بتاعتنا جاهزه، حلوه قوي كده، عشان هسقط فيها المكرونه ووطي بس عليها النار عشان ايه المكرونه ما تبتديش، وقلبها بالظبط 3 دقايق اقلب فيها وكده خلاص ايه خلصت. هي المكرونه بصوا لونها حلو ازاي، بسم الله اهي، حلو قوي. امسح يا محمد الطرف الطبق، امسح يا شاطر. اظبط الطبق ده يا محمد، بسم الله. لو في حاجه مش معايا كده ولا حاجه شيلها، البانيه ما يتوسخش، بس هو الطبق صغير فمحكوم قوي. محمد قفلهم الله يبارك لك. نعمل الكبده بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. نقطه زيت، وادي حته الدهن اللي كانت اللي هي الاسنان ومعاها القلوب، تمام اهي. خرج بقى معاهم طماطمايه، وهحط قرن فلفل في الاخر، تمام. قرنين فلفل كمان اهو، احط بقى ملح وفلفل واروح حاطه في كبده. الكبده بالظبط يا دوبك تتحط تقليبه وخلاص على كده، ما بتقعدش اكتر من كده. اه حلوه قوي وشكلها يفرح كده. بسم الله. حبه فلفل، احط حبه ملح كمان، بسم الله.
بقت تستوي كده تقلب. هنا بقى نحط الكبده وخلاص على كده. ادي الكبده بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا واحده وخلاص. ان الكبده الكامله ما بتاخدش وقت على النار نهائي. سيبها بالظبط دقيقه واحده على الجنب ده. روح على بقى الناحيه الثانيه بقى كده خلاص. خلاص كده الكبده بتاعتي خلصت كده حلوه قوي اهي. هي ما بتاخدش اكتر من كده. هنا بقى وريت الاكل اللي انا عملته النهارده. بس يا حبايبي خلصت. ادي الكبده اهي، المكرونه، وادي البانيه. بصوا حلو قوي، جميل جدا ومقرمش في نفس الوقت. فرق والبطاطس زي ماما عاملاها. جربوا يا جماعه بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. اسيبكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده.